ليه فرجع اسم الكونجي مشعرك واقف قبيله قلت لي قلت ما ابغاش يقلب هابط هابط هبط معك طلامط الزواج الملاوط كيساني الزراوط قولي لي شنو بغيتي تولي مني تكبري؟ بغيت نولي راجل علاش بغيتي تولي راجل؟ اسمي تدوز بيا حتى واحد إسراء نعم صايمة؟ لا علاش ما صايمة؟ ماشي سوقك أصلا أنا دايما كنقول لك ما تبقاش تدخل في سوق العيالات فهمتي يا راس طارة إسراء هذيك إسراء بنت أختي هذيك إن شاء الله وإن شاء الله في رمضان غادي تشوف واحد كاين واحد العمل ديالي أنا وياها فقط غتشوفوا في رمضان ان شاء الله غيدوز التلفازه ان شاء الله في الاول فاش كنت كندير انا وياها كان داك الشيء سبونطاني هي اصلا انا كنت فاش لاحظت عندها ان عندها موهبه ديال التمثيل وليت كندخل تلقى حافظه لي سكيتش ديالي كاملين تجبدهم في التليفون ديال ماما كندخل كتلقاها كتريبيتي بوحدها وتدير زيف ونضادر وتتلعب دي بيرسوناج وكذا بديت كندير انا ويا فيديوهات كيخرج داكشي سبونطاني من بعد وليت كنكتب تيكست وكنريبيتي انا ويا ومني كيشوفوا الناس كيسحبوا انه يلاه جا ديك الساعه دونك هي توفقت انها توصل لبنادم ان داكشي راه واخا تمثيل ولكن كيسحبوا بنادم راه بصح دونك هي عندها واحد الموهبه ديال التمثيل وان شاء الله انا غادي نوقف معها تتوصل لداكشي حيت هي باغا داكشي وباغا دير هادشي ديال الكوميك خصوصا الضحك عزيز عليها تمثل دونك انا ما غنحبسهاش وغنشد بيدها ان شاء الله تتوصل فين بغات دابا راه ولات عندها مشكله راه باقا صغيره دابا كتمشي مع ماما دابا سوبر مارشي ولا شي حاجه تيوقفوها الناس ودابا هي باقا صغيره باقا ما كتعرفش داكشي ديال بعد مره تتوقف شي مراه تتقول لها بعدي مني ولا كذا فهمتي باقا ما عارفاش شنو مي غادا تولف مع الوقت